معاناه اصحاب السيارات المنافسه اللي دائما عندهم مشاكل وعندهم معاناه خاصه بروتينهم القاتل للمعاملات والاماكن اللي هي غير منظمه والمعتمدين اللي موجودين داخل هذه الدوائر لتمشيه معاملاتهم. لتفاصيل اكثر ينضم عبر الهاتف السيد نجم عبد الجابر مدير الاعلام والعلاقات في وزاره الداخليه. مرحبا سيد. يا اهلا ومرحبا يا بك. مرحبا الدكتور نجم عبد الجابر مدير العلاقات الاعلام في وكاله شؤون الشرطه وليس في وكاله شؤون الشرطه. عفوا. مرحبا سيد. طبعا اكيد انه انت شاهد التقرير ويانا وشاهدت المعاناه اللي يعانوها اصحاب السيارات المنافس واللي هي بسبب تحويلها لارقام بيض. احكي لنا شنو اللي شاهدته وهل موجود هذا في دوائر الدوله فعلا؟ تعرف تبديل السيارات من رقم اسود الى رقم ابيض صار لنا سنه وثلاث اشهر احنا بالنسبه لنا فاتحين دوائرنا وبمراكز متعدده في الظلال وفي الكارميه وفي الغزاليه وفي اربع خمس مكانات حتى مفتوحه حاليا صارت سبعه هسه في الوقت الحاضر في سبيل ان ننجز المعاملات بشكل سريع حتى نلحق على تبديل جميع الارقام المتعدده في الالوان اللي تصير بالشارع. الفتره اللي اعطيتوها دائمي ابيض. نعم. الفتره اللي اعطيتوها اللي هي تمديد ثلاث اشهر ما زالت موجوده لحد هذه اللحظه. سنه وثلاث اشهر. تمددت سنه وثلاث اشهر؟ لا مو تمددت، هي احنا بدينا اقول لك صار سنه وثلاث اشهر، يعني بدينا من شهر ال 12 سنه 2012 الى حد هاي الفتره، من شهر التاسع سنه 2012 الى حد هذه الفتره صار لنا سنه وثلاث اشهر احنا نبدل ارقام السيارات. تبدل ارقام، ايش وقت تنتهي هذه الفتره؟ ايش وقت تنتهي؟ بها فتره محدده؟ احنا نعاني من شغله الذهاب الى الجمارك الى اماكنهم بمغرب وبطرابين وبغيرها، فاوعد مدير المرور العام وبتوجيه من السيد الاستاذ عتال الاسدي وكيل وزاره شؤون الشرطه الوكيل الاقدم وزاره الداخليه بجلب دوائر الجمارك يداومون مع المرور حتى نختصر المسافه ونختصر الوقت لنقلل معاناه المواطنين. يعني سمعت قصه طيب ما زالت انه معاناتهم موجوده لحد هذه اللحظه. كذا اكو اجهزه رقابيه موجوده، مفتش الدوائر، المفتش العام، مكتب الشؤون الداخليه كلها موجوده في المرور، في كل دوائر المرور اللي هي التسجيل موجوده بامكان المواطن انه يقدم يروح هذه الدوائر ويشكي من الضابط الفلاني او الجمارك انه استغل او استفز بعمليه يعني الرشوه وغيرها. هذا بس احنا شاهدناها بالتقرير انه موجودين اصحاب السيارات اللي هم يعانون من الموظفين اللي موجودين داخل هذه الدوائر اللي هي اوقع لك اوكي تريد واحد يوقع لك اياها انطيني 10,000 حتى اوقع لك اياها وهذا السعر اللي موجود على التوقيع فد 50 او 60 شخص بنفس اللحظه. العفو اكو موظفين بالنسبه للجمارك وبالنسبه الى الموظفين او الضباط او المنتسبين الموجودين في المرور، فهو بالنسبه له يشخص منه اللي قال له يروح اكو دوائر هسه خدميه وهسه مسويين حمله من دوائر المفتش العام ودوائر الشؤون الداخليه لكل جميع دوائر التسجيل مالتنا حمله للمعقبين وغير واللي يعقبون المعاملات وياخذون من الناس البسطاء انه يقولون لهم احنا راح ننجز لكم المعامله وياخذون من عندهم فلوس، فمسويين حمله كبيره جدا بحيث انه هذه المساله يعني تقريبا قلت و الشخص اللي يشعر انه شخص يريد يبتزه بامكانه ان يذهب الى هذه الدوائر لكي يشكو بدون ان يطرق الى اسمه او عنوانه او اي معلومه عنه. طيب انه هذه يعني المعاملات او تمشيه المعاملات لها فتره معينه وتنتهي يعني بعد ماكو خلاص ماكو تقديم؟ بالتاكيد احنا خلينا سقف زمني ان شاء الله نهايه هذه السنه ننتهي من جميع تبديل من جميع السيارات اللي مرقمه برقم اسود ومتعدده الالوان، خلينا لها سقف نهايه هذه السنه ان شاء الله ننجزها، واوعد السيد مدير المرور العام بتعدد المنافذ لدوائر التسجيل. طيب وطبعا تعرف هي كانت 1,650,000 سياره موجوده يعني بالبلد بالرقم اسود، وصار احنا سنه وثلاث اشهر نبدل بهاي الارقام، وان شاء الله خلال هذه السنه
ان شاء الله نهايه هذه السنه ننتهي من عمليه تسديد جميع الارقام. سيد نجم، انه كانت اكو فرض ضرائب جمركيه على اصحاب سيارات المانيفيست اللي هي الكل دفعها، والكل اللي موجودين قدموا على هذه الضرائب ودفعوها، بس قرار اللي هو صدر يوم 2/10 او عفوا 2/12/2013 هو الغاء هذه الضرائب. اي كان تقديم طلب الى مديريه القضاء، نعم، لغرض يعني اجراء اللازم ولغرض حسم موضوع انه اللي دفعه واللي ما دفعه، حتى يعني يقولون يراجعون مديريه الجمارك، مو يم المرور يم الجمارك، يراجعون مديريه الجمارك. زين، انه الضرائب اللي دفعوها اصحاب السيارات واللي هي مبالغ هائله، يعني راح ترجع لهم؟ ما اعتقد مبالغ هائله، لان السيارات القديمه كلها الارقام اللي الجمارك اللي دفعها كلها 100 150، مو يعني ذاك الرقم اللي في بالك، انه لانه تعرف سيارات موديلاتها قديمه، والعملية الجمرك وعملية استيفاء الرسوم على المشى على سنة المشى، إذا رقمها قديمة أعتقد يعني المبلغ ماله قليل جدا. نعم، شكرا لك سيد نجم عبد الجابر، مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية وشؤون الشرطة، لمشاركتك ويانا عبر الهاتف في برنامج أهل المدينة.